ايه يا واد يا مصطفى يا عر انت؟ مالك يا ولا واقف زي النادرج كده؟ هو انت ما دريتيش باللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ مش في راجل جه للمعلم وقال له ان ابنه لسه عايش ما ماتش؟ اهو ايمانات الله، وجاب له واد كده صغير وقال له ان هو ده ابن الجواد ابنه الله يرحمه. بس اصل الراجل ده كان يعرف اللي اسمه بلال شامه، بس المعلم ما اشتراش وكرشه. الست سرايا بقى شافت الحوار ده كله وبعتتنا تقص لها واجيب لها عنوان الراجل ده. انا بقى قلت ما ينفعش الحوار ده كله يحصل من غير ما عرفت الملكه. طب يلا غور من قدامي مخبارك السودة دي، غور يلا. السلام عليكم يا حبيبي يا ابني. أنا دريت يا جعفر باللي حصل، طب بعد اذنك ياما عشان اخويا بيغمزلك عشان ما تتكلميش قدامي، اصلا انا خلاص بقيت غريب. استنى يا سيد. غريب يا اخويا، تدبير العيله حقك تعرف كل حاجه. حصل ان واحد دخل عليا النهارده قال لي نبدأ بجواد عايش، متخبطش عشان سنين ولا مش عارف عايش ولا ميت. محدش شايل معايا الحبل اخويا غير امك. قولي له يامه اللي انا عملت اني لقيت واحد ودفنته على اساس انه ابني وخدت فيه العزاء. سعيد خدت العزا في ابني، انا مش عارف عايش ولا ميت عشان ما اوجعش امه عليه عشان اريح صرايا. انت ابنك عايش يا جعفر؟ والله ما اعرف، والله لازم ما اعرف يا سيد عايش ولا ميت. وفيت على الدنيا قعدت مع طوب الارض، قعدت مع نصابين، قعدت مع شيوخ طريقة، ناس بيني وبينهم عداوات، استغلوا الموضوع ولعبوا بأخوك الكورة. كل اللي أعرفه هو اللي أنت تعرفه، من اللي خطف ابني إلى الشامة، لفيت على الدنيا، عايز أعرف عايش ولا ميت، لو ميت أعرف دفنه فين، حقي، أعرف حتى أزور ابني، أعرف اللي جوه التربة دي. أعرف أحط له زرع، ولو عايش أعرف الدنيا بتعمل فيه إيه دلوقتي. حقي طبعاً يا أخويا، بس يعني معقول بعد كل السنين دي ممكن يكون ابنك عايش يا جعفر؟ تخيل يا سيد، أحلى حاجة عملتها النهاردة أنت، إنك شلت عن أخوك وعن أمك. الحمل ما بيتقسم على ثلاثة، حمل أخويا. مش بس بدور على بلال شمع عشان اعرف ابني عايش ولا ميت، عشان كمان اعرف مين اللي عمل فيها كده يا سيد. ما يمكن يا جعفر الولد ده يبقى ابنك؟ مش دي الدنيا اللي انا اعرفها، الف على ابني السنين دي كلها والدنيا تجيبه لي لحد باب مكتبي في تاكس. دول ناقص من كده بكتير يا أمه. اللي انت بتقولي ده صح، يبقى بين اللي انا عشت فيها ده كله لا اتعلمت فيها ولا عرفت فيها حاجة. اوعى الكلام ده يطلع بره يا سيد. اللي انت بتقولي ده يا أمه انا صغير لكده يا أمه. سيد فيو، مشاهدة أكثر بحث أقل.